ما معنى قول علي رضي الله عنه لا يجعل عجزه توكله ولا توكله عجزا؟ أي نعم، لا يجعل عجزه توكلا. إذا عجز عن الشيء قال أنا تركت لأني متوكل على الله، توكل على الله، ولا يتوكل على الله ويترك العمل ما يعمل، هذا عجز ما هو توكل على الله. نعم.